بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطًا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، يعني جعله أميرًا عليهم، أو عبيدة بن الحارث. فلما ذهب ينطلق بكى صبابةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خشية أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس. فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكتب له كتابًا، كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش رضي الله عنه كتابًا، وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدًا على السير معك من أصحابه، أي لا تغصبه. فلما قرأ الكتاب استرجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سمعًا وطاعةً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان، رجع منهم رجلان، وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، رجل مشرك قتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب، يعني لم يعلموا أن ذلك اليوم من رجب، لأن رجب من الأشهر الحرم، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فالقتال، ابتداء القتال في الشهر الحرام من المحرم، إلا إذا بغي عليه فيقاتل، فإن قاتلوكم فقاتلوهم. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرّة عن ابن مسعود رضي الله عنه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وذلك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وكانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه، أي أميرهم عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لابن جحش كتابا، أي كتب النبي صلى الله عليه وسلم لابن جحش الأمير كتابا، وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، اسم مكان. فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موصٍ وماضٍ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار، فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة، وأضلّ راحلةً لهما، فأتيا بحران اسم مكان يطلبانها، وسار ابن جحش رضي الله عنه إلى بطن نخلة، فإذا هو بالحكم ابن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة، هؤلاء مشركون، وانفلت ابن المغيرة فأسروا الحكم ابن كيسان والمغيرة، وقتل عمرو، قتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصاب المال، أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ننظر ما فعل صاحبانا. فلما رجع سعد وصاحبه فافادا بالأسيرين، ففجر عليه المشركون، أي عابوا عليه، وقالوا: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادة، وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جمادة، وغمد المسلمون سيوفهم، أي أدخلوا السيوف في بيوتها، حتى دخل حين دخل شهر رجب، فأنزل الله يعير أهل مكة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، أي لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام، حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدًا صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله، أي جرائمكم أعظم من القتل في الشهر الحرام. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير. وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منعوه من العمرة 6 وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه، يعني جرائمكم أعظم. وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف
في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا، فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وغير ذلك أكبر منه صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه الذي هم متلبسون به. وهكذا روى أبو سعيد أبو سعد البقال رحمه الله عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وقتل عمرو بن الحضرمي من المشركين. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي المشرك الذي قتل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة رحمه الله عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال: وبعث، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي رضي الله عنه في رجب مقفله من بدر الأولى، أي عند رجوعه من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين رضي الله عنهم ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه في الكتاب حتى يسير 2 يوم ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحداً، أي لا يغصب أحد. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين رضي الله عنهم، ثم من بني عبد الشمس ابن عبد مناف أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهو أمير القوم، وعكاشة ابن محصن ابن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل ابن عبد مناف عتبة ابن غزوان ابن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة ابن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلما سار عبد الله بن جحش رضي الله عنه 2 فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش رضي الله عنه في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماضٍ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنهم منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدان فوق الفرع يقال له بحران، يقال له
لذلك المكان بحران. أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيراً لهما، كانا يعتقبانه أي يركبانه، هذا قليل وهذا قليل، فتخلفا عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش أي إبل متحملة بالبضائع لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم، يعني معتمرين، وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب. فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأصحابه بالعير أي بأموال قريش والأسيرين، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله رضي الله عنه قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، أي خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير أي الأموال أموال قريش، وقسم سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم، أي ندموا وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم أي وبخهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش: قد استحل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود: تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك لا لهم، أي جعل الله هذا الكلام عليهم على المشركين. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلمين في دينه حتى يردوه إلى الكفر،
بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق أي الخوف، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير أي أموال قريش والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة رضي الله عنهما فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدًا رضي الله عنه. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرًا، نعوذ بالله من الكفر. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه أي من الخوف حتى حين نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء رضي الله عنهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن إسحاق رحمه الله: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن الرومان عن عروة رحمهم الله، وقد روى يونس بن بكير رحمه الله عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبًا من هذا السياق، وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك رحمهم الله، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحوًا من هذا أيضًا. وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيلٍ قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على قتال فيه حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام رحمه الله عن زياد عن ابن إسحاق، وقد ذكر عن بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسم الفيء حين أحله، فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه وخمسا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع على ما قال على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام رحمه الله: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمرو بن الحضرمي أول من قتل أول من قتل المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق رضي الله عنه: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه
الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي الأبيات لعبد الله بن جحش رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد أراشد سدودكم عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمير ما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه رحمهم الله من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر رضي الله عنه وليس له عنه سواه. لكن قال أبو زرعة رحمه الله: لم يسمع منه، والله أعلم. وقال علي بن المديني رحمه الله: هذا الإسناد صالح، وصححه الترمذي. وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا: إنها الخمر تذهب المال وتذهب العقل، الخمر تذهب المال وتذهب العقل، هي أم الخبائث. وسيأتي هذا الحديث أيضًا مع ما رواه أحمد رحمه الله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا عند قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر أم الخبائث، والمخدرات أقبح وأشنع، فعلى المسلم أن يحذر كل ذلك.
فقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل. الخمر كل ما غطى العقل، كل ما يغطي العقل فهو خمر وهو حرام، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة. وكذا الميسر وهو القمار، أكل أموال الناس بالباطل، إن غلبت تأخذ هذا المال وإن غلبت تخسر هذا المال، هذا من أكل أموال الناس بالباطل القمار. فالله حرم كل ذلك. وقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما إثمهما وهو في الدين، الخمر والميسر حرام، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليتي: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. يعني إذا شرب الخمر يرى نفسه ملك، شيطان ينفخ عليه، نعوذ بالله. فالخمر أم الخبائث، والميسر أكل الحرام. وكذا بيعها، بيع الخمر والانتفاع بثمنها، كل ذلك حرام. وما كان يقمشه بعضهم على الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، أي هي ضرر وفساد. ولهذا قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، أي تحريماً قطعياً، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله، وبه الثقة. قال ابن عمر رضي الله عنهما والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم التي في المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فحرمت الخمر. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة رضي الله عنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لنا أرقاء، يعني عبيد وأهلين، فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال: ما يفضل
عن أهلك، إذا أنفقت على أهلك وزاد شيء أنفق ما زاد عن نفقة أهلك. وكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس رحمهم الله وغير واحد، أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل، يعني ما زاد على نفقة الأهل والعيال. وعن طاووس رحمه الله اليسير من كل شيء، وعن الربيع أيضا رحمه الله أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل، أي ما زاد عن الحاجة. وقال عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره حدثنا هوذا بن خليفة عن عوف عن الحسن يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، أن لا تنفق مالك كله ثم تحتاج، ولكن أنفق ما زاد عن حاجتك. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير رحمه الله حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. أول ابدأ بأهلك وأولادك وما زاد عن ذلك وتصدق. وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، وأخرج مسلم رحمه الله أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي أنفقه في وجوه الخير. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني تبقي لنفسك ما تحتاج وتتصدق بما زاد عن حاجتك. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، أنا على قدر الحاجة. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، يعني هذا قبل ما تنزل فرائض الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عطاء الخراساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. فالزكاة فريضة إذا حال الحول وبلغ النصاب، والنفقات في وجوه الخير تطوع يثيب الله عليه ويخلف عليه. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو أسامة عن الصعق العيشي قال: شهدت الحسن رحمه الله وقرأ هذه الآية من البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما رحمهم الله. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة رحمه الله: فآثروا الآخرة على الأولى، أي قدموا الآخرة والعمل الذي ينفع في الآخرة على الدنيا. وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آثارًا كثيرة عن السلف رحمهم الله في معنى التفكر والاعتبار. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، أي صار يطبخ طعام اليتيم على حدة، فجعل يفضل له شيء، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له شيء، يعني طعام اليتيم يأكل منه ويبقى بقية، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له، أي يحفظ له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، إذا خلطتم طعامهم بطعامكم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، لكن نيتهم الإصلاح. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه رحمهم الله من طرق عن عطاء بن السائب به رحمه الله. وكذا رواه علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. قال وكيع بن الجراح رحمه الله: حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرةً حتى أخلط طعامه بطعامه وشرابه من شرابه وشرابه بشرابه. فقوله تعالى: قل إصلاح لهم خير، أي على حدة،
وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل، ضمان البدل لمن أيسر، أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. إذا كان والي اليتيم فقير يجوز أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف على أن يبدله إذا رزقه الله، أو أنه معفو عنه لأجل الحاجة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الحمد لله. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. لا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة المشركة. ثم إن كان عمومه مرادًا، وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. النساء المشركات يحرم زواجهن، والمجوسيات وكل من كان من المشركين لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة. أما الكتابية من أهل الكتاب اليهودية والنصرانية إذا كانت تدعي أنها على دينها يجوز النكاح، وأما المشركة والمجوسية الذين يعبدون غير الله لا يجوز نكاحهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس رحمهم الله وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب الكلية، والمعنى قريب من الأول. فأما ما رواه ابن جرير رحمه الله: حدثني عبيدة ابن آدم ابن أبي إياس العسقلاني، حدثنا أبي، حدثنا عبد الحميد ابن بهرام الفزاري، حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما نصرانية،
فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكني أنتزعهن منكم صغرد قماءة. فهو حديث غريب، هذا الحديث غريب، وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه غريبا أيضا. الله أحل نساء الكتابيات، وأما المشركات والمجوسيات محرمات. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. كما حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا صلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخل سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، يعني الزانيات. وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. أن يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج النصراني، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج النصراني، ويجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. النصرانية. ولكن على كل حال الله أباح نكاح الكتابية، هي كافرة ولكن الله له الحكمة في ذلك. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي رحمه الله: حدثنا محمد بن هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء، وأخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن قول الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان. وقوله: والأمة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي رحمه الله: نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة سوداء أي مملوكة، فغضب عليها فلطمها ثم فزع أي خاف،
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أي أما مملوكة مسلمة. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمه، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. سبحان الله العظيم. اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال عبد بن حميد رحمه الله: حدثنا جعفر بن عون، حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، أي يكن رديئات، ولا تنكحهن على أموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. قال: والإفريقي ضعيف، أي في سنده راو ضعيف، ولكن معناه صحيح. فأخطب المرأة المسلمة المؤمنة: اظفر بذات الدين تربت يداك. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اهتم بالدينة التي تعرف ما لها وما عليها. ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه مثله، وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، لا تزوج المسلمة على المشرك، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. المسلمة لا تحل للمشرك، والمشرك لا يحل للمسلمة. ثم قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، أي ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك، وإن كان رئيسا ثريا أي غنيا. أولئك يدعون إلى النار، الكفار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها، أي لا يأكلون معها، ولم يجامعوها في البيوت، ما يسكنون معها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، تأكل معها، تشرب معها، تضطجع معها، تلعب معها، كل شيء إلا الجماع، احذر الجماع فقط. نعم. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدع يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءه سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا،